حصرة كبيرة. ايه والله شوف فعلا يعني قول. بطولة الخليج اللي صارت جد انطت انطباع عند الشارع العراقي، الشارع العربي، الاصداء اللي اخذتها واي جد فرحتنا كشعب. نعم. بينا العالم شنو احنا كعراقيين، كرمنا وضعنا. الخليجي ما كان يروح يشتري مطعم. ليش ما صار هذا ببغداد؟ للاسف ما كانت استعدادات بالمستوى المطلوب. يقول لك بطوله اولمبيه، حتى اذا بطوله اولمبيه انا جاي اسس لبطولات اكبر. عم اقول لك طماطه يحشوها يقولون مهرجان. لا نتحجج بانه بطوله، احنا اليوم عندنا اكثر من 10 فرق موجوده. ايه والمفروض يكون استعدادات بالمستوى المطلوب. انا ما عندي وقت، قل لي شنو اللي صار بالكهرباء. ابقى الفلاش لو لا لا انت قل لي شنو جات مؤامره اليوم بصراحه. اليوم كان لقاء زياره انا وسيد ناد كامل العقيلي للمدينه والتقينا بوزير الشباب والرياضه. فعلا كان هناك عمل تخريبي. اها نعم. وهناك لجنه مشكله وهذا العمل شلون صار العمل؟ هذا العمل التخريبي اليوم اذا هو كان مستهدف شخص وزير الشباب والرياضة. من متورط بيه؟ شلون صارت العملية؟ هو لجنة. إذا كان مستهدف شخص وزير الشباب والرياضة فهذا واهم، هو اليوم مستهدف العراق وشعب العراق. كان البارحة هو سبب يعني هذول جماعة وصلوا من الجوزات وطفوهم وصلوا من الجوزات منزليهم طفيهم. أها. وشكلت لجنة هناك يعني حتى أخو 4 إلى 5 أشخاص بالملعب محجوزين وجار التحقيق معاهم. أي. نتمنى أنه هذا الموضوع ما يمر مرور الكرام. من عندياتهم يعني؟ لا لا لا، اخو دافع، اخو جسان شخص محرك اتجاه هذا الموضوع. انا ما اريد اكشف عن هذا الموضوع لانه هذا اكيد يعني التحقيقات بعد ما كامله. أها. بس هذا يجب ان لا نسكت عنه يعني.